تقدر تعد كم مرة حبيت بحياتك؟ مو مهم، المهم اني ما كذبت على ولا واحدة فيهم. وانا؟ انت شو؟ وانا رقم من هالارقام؟ هلا انت شو بدك بالحكي؟ ربا خلينا هيك، هيك احسن. يعني ليش لحتى نسأل شو اسمه هذا اللي عم بصير معنا او مدري شو؟ خليه عم بصير طالما نحنا مبسوطين وحلوين وما عم نأذي حدا، فخلص ليش لحتى نسأل؟ بعدين بدي اقول لك شغلة مهمة، انا ما فيني اقول لك بحبك لاني انا كتير بخاف من هاي الكلمة، بس انت اول وحدة انت اول وحدة بشتاقلها لما تكون بعيد عنا. انا صرت احس حالي مسؤول عنك، انا بخاف عليكي و اختي لكي. تعالي لك شغل، انا ما حيطلع معي اكثر من هذا الحكي، اذا بتموتيني ما بيطلع معي اكثر من هيك. منيح منيح كثير، ممتازين بكفوني. يعني اصلا بالقصص اللي بتعرفها عني بزياده علي هيك حكي. لك شبك يا روبا، ليش هيك عم اسمعي لي؟ لك اسمعي، انا فيني شغله، اذا في يوم من الايام بدي اقولها اللي بدي ارتبط معها بدها تكون كثير مبسوطه. شو هي؟ انه يا بنت الحلال تعي لهون لقلك، انا لما بدي اجي جيت. لك مو انتي، انا عم اقول على الشخص اللي بدي ارتبط فيه اذا صار. طيب ليكني انا، مو احسن ما تحكي مع خيال مع حيط؟ انا احسن من الحيط، قلي قلي. طيب اوكي، انه يا بنت الحلال انه حياتك باي باي، نقطة وكتاب سكرنا. أنا شو بتكوني عاملة بالماضي ما دخلني، يعني إذا بتكوني حابة 20 زلمة قبلي أنا ما بيهمني وما بدي أعرف، لأنه إذا بعرف راح أتكركب كثير. فمشان هيك حياتنا هلا نقطة وسطر جديد، حياتنا ما فيها إلا أنا، أنا وبس. وهاد بكفي لتقدر توثق فيها؟ اسمعي ربا وحطي هالقاعدة براسك، أنا اللي بتحبني وبتشوف كيف أنا عم حبها لا يمكن تخونني أبداً بحياتك.